السؤال الثاني، ما هو رأيكم أو ما هو حكم الإسلام فيما ذهب إليه الشيخ محمد عبده في إحلال الربا وإلغاء تعدد الزوجات وحس به ذلك وما شابه ذلك؟ إحلال الربا أمر خطير، لا يحل الربا إلا كافر، لكن من قال إنه يحل الربا ومن قال إنه يمنع تعدد الزوجات هذا يحتاج إلى مراجعة في كتبه، ولا علينا من الأشخاص، إنما علينا من الحكم، حكم الله جل وعلا. أما الأشخاص فكل يخطي ويصيب، كل يغلط إلا ما عصمه الله وعافاه، وإلا فبنو آدم معرض للخطأ والأغلاط، ومحمد عبد الله أغلاط وغيره له أغلاط، لكن المقصود أن الربا لا يجب إحلاله من الناس أبدا، ومن أحله عن عمد وعن بصيرة يعلم أنه ربا ثم يحله يعالج الله ويخالف أمر الله يكون كافرا نعوذ بالله، كالذي يحل الزنا أو يحل الخمر يكون كافرا. أما إذا غلط واجتهد في بعض أنواع الربا ورأى أنها لا جائز لأجل كذا وكذا وشبه عليه، هذا له حكم المجتهدين، إن أصاب له أجران ويخطف له أجر. وكذلك عدد الزوجات، كثير من المستشرقين النصارى وغيرهم من اليهود وغيرهم كتبوا في ذلك وانتقدوا الإسلام وانتقدوا الشريعة في عدد الزوجات، وهم الغالطون وهم المنتقدون وهم الضالون، وكثير منهم يعرف ذلك، ولكن العلاج والحسد والبغي، وإلا فكثير منهم يعرف أن ما جاء في الشريعة من تعدد الزوجات هو الحق هو الحل لمشاكل الناس، وقد كتب في ذلك منصفوهم من رجال ونساء، واعترفوا بأن ما جاء به الإسلام من التعدد هو الحق والهدى هو الطريق لإنقاذ البشرية مما وقعت فيه من الفساد في الأخلاق، ولكنهم يجحدون هذا في بعض الأحيان إما خوفا من رؤسائهم وكبرائهم، وإما لأجل متاع يأخذونه من هناك فيخافون أن يضيع عليهم، وإما لحسد المسلمين وبغي على المسلمين والعدوان على المسلمين أو بالله. هذه طريقة الكفرة، وإلا فالمنصفون منهم يعلمون أن تعدد الزوجات فيه مصالح كثيرة وفيه خير كثير، وهو من أسباب حل المشاكل القائمة في العصر في كثرة السفاح والزنا والفواحش. وكثير من هؤلاء النصارى الذين يزعمون أن التعدد منكر يتخذ زوجة واحدة ويتخذ معها عشرات الحفيلات والمسافحات، فأي فرق بينها وهذا؟ المسلم يأخذ زوجات مسلمات، يأخذ زوجات أحله الله له، وأولئك يأخذون مسافحات زانيات فاجرات، فرق بين المسلم وبين هؤلاء. فالمسلم خير عظيم إذا زوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعا على شرع الله أباح الله له ذلك وعدل، فهو على خير عظيم. وأولئك الجهلة الظالمون ينتقدون الإسلام في تعدد الزوجات، وهم والعياذ بالله يتمتعون بالزانيات والفاجرات بلا عدد يحصى، نسأل الله العافية.